السلام عليكم، معكم قناة أم دنيا. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. حبيت نعتذر بزاف بزاف من المشتركات تاعي اللي طلبوا، قالوا لي ديري لنا تحضيرات العيد اللي من قبل. صح كنت قضيت وشريت حوايج نسحقهم للعيد، ومن بعد ما كتبش ربي عندي ظروف. دوكا ان شاء الله راح نشارك معكم نهار تاع العيد. هنا ليله عرفه، نقيت النعناع والمعدنوس والدبشه اللي راح ندير في العصبانه نديها على طونس. هنا العشيه هذه عشيه العيد كما قلت لكم، عشيه عرفه، جبنا الكباش واحد تاعنا واحد تاع بيتشيخي كيما راكم تشوفوا فيهم. هنا في الليل ليله عرفه، دنيا راهي تحني في الكبش تاعنا، الحنة ما حبش تحكم. مش حبيت نقول لكم هنايا صباح ليل نهار العيد، عزت تاع صباح، صبحت على فنجان قهوة كما كنت تشوفوا، طيبت غير قهوة ما قدرتش نفطر، جيست فنجان قهوة برك بريس نحالي شوية العيا. كما قلت لكم هي 6 تاع الصباح، كيما نهار تاع العيد فيه شقا بزاف، نهار ذبيحه فيه تعب، احنا بزاف نتعبو نهار العيد باسكو نديرو عصبانه تاع الكرشه نديروها في ليله العيد اليوم تاع العيد. هنا اول حاجه بديتها هو راح ندير خبز الدار، احنا نتغداو بالخبز الدار مع كيما على بالكم لي بولونجي شويه ناقصين بليل نهار تاع العيد. حبيت نعطيكم ندير لكم الوصفه تاع خبز الدار. على كل حال الوصفه تاع خبز الدار راهي كاينه في قناتي كيما راكم تشوفوا. هنا عندي دقيق تاعي رقيق رطب شويه ماهوش فريمون مليح. درت زوج مغارف قهوه خميره ودرت شويه تاع سينوج ومغرفه سكر صغيره وشويه ملح، وهنا نبسس فيه بشويه تاع زيت راكم تشوفوا. انا نبسس الخبز الدار تاعي، نحبو كي ناكلو ما يجينيش كي البريوش، نحبو يجيني عنده ديك البنه. نخلطو مليح ومن بعد نبلل بالماء سخون. رايح نعجنو، حنقطعو ما نعجنوش غير نقطعو ومن بعد نخليه يخمر ومن بعد نرجع ليه نعجنو ومن بعد تشوفو ان شاء الله معايا نقرصو. كما قلت لكم نهار العيد فيه شقا بزاف، حنا في هنا في بجايه نديرو العصوانه تاع الكرشه اليوم صباح تاع كيما تعرفوا مع تحرحيره نتاع ذبيحه، ومن بعد نديرو غدانا، ومن بعد مع خلصوا الغدا نغسلو مواعنا ومن بعد نوضو نديرو العصبانه تاع دقيق تاع تكون تاع دقيق نتاع الكرشه. المهم يقول لي راجلي كي نقول له علاه ديروا العصبانه تاع الكرشه نهار العيد يقول لك هذيك هي بنت العيد، هنا في صيف ما نديروهاش نهار العيد نخليوها يامات وبعد نديروها، مي هنا في بجايه لازم. ما كانش دار لي تعقبوا عليها ولا تروحوا ليها ما تلقاوش مديرين العصبانه تاع الكرشه نهار العيد. هاو هنا بعد ما بليتو رايح نخليه يخمر لي وبعد نولي نعجنو كيما قلت لكم غير نقرطو من نعجنوش عجين كيما باش ما يجينيش كي البريوش، نحب تجيني هذيك البنه نتاع الزيت تبقى فيه. هنا بعد ما خلاص عجنتو وهاني قرصتو هاني ندير له في هذا ما يبان خبز الدار يجي باهي وخلاص. هنا من بعد راح نخليه يطلع او يخمر، بعد ما يخمر راح ندير له بيضه صفار بيض ونديره في الكوشه يطيب على 180 درجه، نغطيه هاك نشتو. ها هنا بعد ما يطلع دنيا راه تفي لكم. هنا بعد ما خمر شتو دنيا تخاف من الكبش، جبت لنا الضحك. قلت لكم حبت تصور معاه وقالت لبابا هربح بابا حكمولي باه صورت معاه صباح. كما قلت لكم هاو خبز الدار تاعي طاب، بعد ما طاب راح نحيه نحطو فوق فوطه باش تشوفوا ما يجي ناشف. هنا نقطعو معكم وتشوفوه جا خفيف، مام شويه السميد دقيق تاعي شويه ماهوش مليح بصح جا مليح جا خفيف كده جا. هنا نقسموه نخليه يبرد اللي ما يحبوش يجي عالي
ينقص برك في لاباس. هنا كيما قلت لكم راهي تكون 7:30 ولا 8 غير، مازلنا ما ذبحناش. احنا ذبيحه، انا زوجي يذبح، راح ذبح لبابيه، ذبح كبش تاع بابيه، ومن بعد ما قدرش يدو وجعاتو، ومن بعد والله جبنا جزار هو اللي ذبحناها كما راكم تشوفوا. هذا هو الكبش تذبح وخلاص، ما نقدرش ندير لكم تاع نصوب فيلميت كيفاش ذبحنا، بصح خفت في اليوتيوب بالكش ممنوع، راني نعطي لكم بعض اللقطات فقط. هنا بعد ما خلاص ذبحنا، وهذه الكبده، انا الكبده تاعي ندير لها شويه قارص، 10 قارص كما تعرفوا الكبده فيها السموم بزاف، 10 قارص، ونغسلها مليح ونقطعها، قبل ما نطيبها ندير لها الكمون والثوم، نتبلها غير بالكمون والثوم والملح، ونخليها تشرب هذاك الكمون والثوم، خليها وقت، ومن بعد ندير شويه زيت ونقليها كما راكم تشوفوا. هنا راني مخلطه كلش، ها القلب والكبده والكلاوي، فوالا نبداو نوجدو غدانا. ها وهنا بعد ما طاب نزيد ندير حوايج الاخرين، ما على باليش كيفاه تقولوا لهم، ما قدرتش نسميهم لكم، كل واحد كيفاه يسميهم. المهم نديروا لهم طماطم والثوم والمعدنوس، والكبده درناها غير نشرملها غير بالثوم والكمون، جربها ورجعوا لي. على كل حال بعد ما طاب غدانا وتغدينا بصحه ولهنا، هنا دوك راح نبدا نوجد العصبانه تاعي تاع الكرشه او تاع الدواره. كما قلت لكم عندي النعناع والمعدنوس والدبشه تاعي، كنت نقيتهم ليله عرفه، بعد الغدوه غير غسلتهم وخليتهم يقطروا، وندير درت زوج ربط النعناع وزوج ربط الدبشه وزوج ربط معدنوس او حشيش مقطعه كما تقولوا. وهاكي راني بدينا مع الشقه، كما قلت لكم تعبنا بزاف ديال نهار العيد. نقطع هنا، عندي بصله كما راكم تشوفوا، عندي حبيبات طماطم، سنينه ثوم، وعندي ريسان فلفل، عندي راس حلو وراس حار، هذو كامل حنقطعهم اون بوتي دي ونخلطهم. هنا بعد ما خلطت الحوايج اللي نديرتهم في العصبانه تاعي، اللي يحب الوصفه راني مديرتها في قناتي، يعني ما عنديش بزاف اللي درتها. كما قلت لكم بعد ما عمرتها وخيطتها، او خيطتها قبل ومن بعد عمرت وزدت كملت خيط، هنا راني درت المرقان تاعي، راح اللوحه هذه دنيا اللي تعطيني ماما اللوح وحده، بس كي عاونتني مسكينه والله عاونتني، ما تعرفش يعني على كل حال، بس قطعت معايا شويه هذيك الريه وهذيك المصارن. هنا بعد ما طابت معايا العصبانه تاعي، درت سلوحت هذيك الثريده اللي كنت تحضرتها من قبل، اللي خدمتها في الدار، شوفوا كيفاه جات خفيفه خفيفه خفيفه، خير من تاع البيع. هنا هاي طابت، وهذا كيما نقولوا المصران عمرتو فاني وقطعتو كيما راكم بعد ما طاب قطعتو. هذه هي الوصفه نتاعي نتاع العصبانه، وهذا هو نهارنا كيف جوزناه العيد. راني هدرت لكم بعض اللقطات برك باش ما تجيش بزاف الفيديو طويل. وهنا مع هذا العصبانه تاع دوار بالثريده، نقول لكم مع السلامه، ونقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي نقول لكم صحه، ما قلت لكمش صحه عيدكم، وكل عام وانتم بخير، وتعيدوا وتزيدوا، ولعقوبه ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله يلقانا، ان شاء الله هذا الهم هذا وهذا المرض هذا يا راح. ونقول لكم الى اللقاء، مع السلامه.